سند بيومي فيديو فيلم. مفيش فيك يا جمهورية مصر العربية فرح إلا وقمرة سند بيومي معلمة عليه. ماشي فاهم، بقول لكم انتوا التلاتة اسمعوني كويس، أنا رقبتي في إيديكم انتوا التلاتة. ها أي إلا الفرح انضرب. ماشي خد يا عم سند، امسك ده حق 10 شرايط. ما تشيلش الكاميرا من على النباطشي، ما تصورليش حد غيره، لا عروسه ولا عريس ولا دياوله. ماشي اطمن يا اسطى. سلام عليكم. سلام عليكم. وش يا كبيرنا، وصلت النقطة ايه؟ ترقد عليها زي الفراخ. حاضر يا كبيرنا. اي حد يقوم ناحيتها تقطع لي ايده. حاضر. ماشي شلفات كبر عمنا، تستلم النقطة من النباطشي تسلمها لقوش على طول. عين. ماشي يلا توكلوا على الله. كوشة يا كبيرنا، الواد شلفاطة ده ايده طويل، يقطعها له. لا عينك عليه وبس. حاضر شلفاطة. ايوه عمنا، الواد قشة ده ايده طويل، عينك عليه. ها عيني عمنا. طبعا عمنا انت عارف ان انا مثال الامانة يعني. ماشي يا مثال، وانا هروقك. عيني عمنا. ليلتك زي العسل. بالسلامة. بلد بقت كلها حرامية، كلها حرامية. يلا يا رجالة كده اليوم هيفرق، مش هنخلص كده. ما تخلصونا يا رجاله، ما تخلوش شويه مزه دول. ايه يا عم كيمو؟ في ايه؟ كبير ايه ونيله ايه؟ ايه يا عم بالراحه شويه، انت هتحب خرس في الحنايه. اوعى الحجاره المكتومه يا كيمو. ماشي يا باشا. اهلا استاذ شاوي، اتفضل. خير يا استاذنا؟ لا خير. خلاص علقوا الميكروفون في البلكونه بتاعتي، الحمد لله خلاص. بس ايه؟ الليله تخت يا استاذ شوقي، يعني مفيش حد في الحاره هينام الليله دي. ولا ست نسرين هي اللي زعلانه؟ بالعكس، دي كانت فرحانه قوي قوي قوي. نسرين دي كانت طول النهار بتزغرط. بس توكل على الله يا استاذ شوقي. يبقى شرفنا شويه بالليل. طبعا طبعا. حكيمه ولو عندكم ميكروفون تاني انا ممكن اقف شايله في البلكونه، ربنا يتم بخير. طيب طلع لي شريط ابو زيد بتاع بولاد. عناية يا ريس. خليك معايا. قلت ايه يا ريس؟ بص انا ممكن اعمل لك فرح في ابريل يلم لك 50,000. هو ده اللي انا عايزه. بس هتردهم في 50 فرح 55,000. واخد بالك؟ ما هواش ربا، لان السنه الجايه هعمل لك فرح هتلم فيه 60,000 وهكذا، يعني هتحضر 5 افراح في الشهر. هو ده نظام الجمعيه. داخل؟ داخل يا ريس. حلو. بس الفرح اللي عازمك فيه لازم تروح وتنقط باللي نتفق عليه، حتى لو مت الورثه بتوعك يدفنوك ويجوا ينقطوا. واخد بالك؟ دي فلوس ناس يا عمنا، والنهارده عندك فرح هتروح تنقط فيه. اهو يا ريس. طب علي شغل قال علي. خليك معايا. اسمع يا باشا. جمع معلم 300 جنيه لعالم سنه. ها امين يابا؟ هيرموا 1000 جنيه واخد بالك؟ واديك سمعت الزياده الجديده. ايوه يا اخويا، الف سلام. سلام. معايا مفيش فلوس بتروح، خد بالك؟ جمعية ودايرة، قطر وما بيوقفش. طمنتني يا ريس. اه. عندك فرح زينهم النهارده ده، هيلم 100,000، هيجيب بيه الميكروباص اللي بيحلم بيه، أهو بنفك زنقة ناس، الدنيا ولعت دلوقتي يابا، خد بالك؟ افتحتي يا عبد الله، افتحتي. يا بنت مالك في إيه؟ هيعرفوا كل حاجة يا عبد الله، وافقتي إن الفرح يبقى بكرة، وافقتي ليه؟ أعمل إيه؟ ابوكي دماغه قفشت وطلبت معايا اوري الناس كل حاجه ونخش بلدي. محضر امي وامك. محضر امي وامك في الدخله. يا فتحتك يا جميله، عشان بدات تنفيكي. والنبي ابويا لا يقطعني. ربك هيسويها، ربك هيسويها. انت النهارده هتعملي العمليه. من ايه؟ من اني يا عبد الله واخر 200 جنيه دفعناهم لبلاط الحمام. هو انا مش مقريكي حوار السبوبه اللي الواد قاله لي جابها لنا النهارده؟ كمان عاوز تتفرج عليا الناس وتقعدني في كشف فرح مش بتاعنا؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ انا اتخنقت. اعمل اللي انت عايزه. بس استرني يا عبد الله. استرني ما تفضحنيش. بس يا عبد الله بس. ربك هيسويها. هتخلص المصلحة بتاعت الفرح ونطلع على الدكتور يعمل لي في العملية الليلة. هو معقول هيبقى فاضي؟ ده معاد لمعاد الشهر الجاي. انا مش هسيبه الا لما ينجز. حتى لو ظرفناه 20 زيادة. اهو الولع الأولى بيرن. بقول لك ايه؟ ظبطي انت نفسك وانا هطلع لك. احنا خارجين نجيب حاجة الفرح. ماشي. يا رب. يا رب. ده كلام؟ ده كلام؟ انت جاي على الحارة هلولة؟ يا عم مستعجلين، انت جاهز ولا لا؟ يا عم تعالى بس على جنب ما تفضحنيش. خد 200 جنيه اهو عربون.
200 بلبل بس ليه؟ النهارده الخميس يا عبد الله والافراح على قفه من يشيل. لو كان يوم سبت ولا اثنين كان ماشي. تأجر عريس وعروسه باكو بس ده يبقى كفر. الله، انت مش قاعد تقول لي شوف لي سبوبه وبعدين ما حدش غصبك بلاها. ايه ده كده برضك هتقفش عليا يا لولا؟ مفيش كلام في الفرح مع حد ولا حوارات. العروسه اخت صاحب الفرح. انا هاري وراسي على الدور كله يا برنس، وصاحب الفرح اسمه زين. طب يلا بسرعه هات العروسه وتعالى عشان لسه قدامنا المشوار طويل. انا مش عايز زينهم يقعد يرن عليا. طب بقول لك ايه، استنى انت بس على اول الطريق خمسة كده وهحصلك. ده سواء الفل ساعه العشاء. لا حول ولا قوه الا بالله. اهي دي بقى علامه من علامات الساعه. ده كل جيرانه وقرايبه ومعارفه بيقولوا انه كان راجل طيب قوي وفي حاله وعمر ما حد سمع له حزن. الراجل رجع من السفر دخل على بيته دبح امه ومراته وعياله وهم نايمين، ودبح نفسه ونام وسطيهم. هو عمل كده ليه ابن المجنون الله يرحمه؟ كان بيعمل لهم مفاجاه سعيده. سعيده؟ سعيده ازاي يا عمنا؟ انهم يناموا ما يصحوش. هو في اسعد من كده في الزمن الاخضر ده يا سيد؟ ما هو اللي زي دول ممكن يصحى من النوم ما يلاقوش حق الفطار. اسكت اسكت بقى، انت رغاي قوي. لما لما انا ماليش في العتلانه، مفيش نكته جديده يا فنان. تحب اقول لك نكته تضايقك؟ شغال ضايقني. ما هي دي النكته يا حمار. مفيش واحده تانيه برضو؟ ده انت ما عندكش دم. اللي اقول لحضرتك ما بقتش تيجي في حفلات زي زمان ولا بنشوفك في التلفزيون. الظاهر ان المونولوجيست بقى موضه قديمه وبسيط. بالك انا بقالي 10 سنين لا رحت حفله ولا طلعت فرح. الظاهر ان الناس نسيت شكلي خلاص. الله، زمان كان المتعهدين بيقفوا عليا طابير بيخطفوني من بعضيهم. انا كنت بافين عشان الاحي على الاوردرات. انما دلوقتي اقول لك ايه، ده من الشغل ده بين الزمان هيرجع ابو السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله ده رئيس حبشي؟ الو. لا بصراحه ايوه حبشي يا اخوي. عندك فرح النهارده يا سيدي واخد بالك؟ فرح بجد؟ يا ما انت كريم يا رب. بقول لك يا حبشي، خليك معايا ثانية واحدة أبص على نوت المواعيد. نعم أخويا، مواعيدك؟ أنت هتعملهم عليا؟ لا خلاص بلاش شكرا، هشوف غيرك. لا لا لا، خلاص يا حبشي خلاص. إيه يا حبشي يا أخويا؟ هو الواحد ما عرفش يهزر معاك ولا إيه؟ لا لا، أه طبعًا، ده أنا هكون موجود قبل الميعاد بساعتين. إيه؟ أه بس إديني العنوان الله يسترك. أه أيوه. ايوه حبش يا اخوي والله عارفه عارفه. ايه اكتبه ده ايه؟ انا حفظته خلاص. بس معلش يا حبش يا اخوي، انت بتتكلم بجد؟ فرح بجد جزمه فنان.